مرحبا. البداية بالعناوين. إن شاء الله تكملون. ولاية هندية تصلها الكهرباء أخيرا. لك هذا مو الخبر تبع مبارح؟ تميم تعلم نسوا على صهر بشهادة حمد. نياله. ولك ما في شرطي بيخالفه. مدعوم. ولاية أتر براديش الهندية وصلتها الكهرباء للمرة الأولى بعد 65 عاما من استقلال البلاد. ومما كان يعانيه أهل الولاية قبل وصول الكهرباء إليهم هو أنهم كانوا يذهبون إلى قرى مجاورة لشحن جوالاتهم. أو ليش هيك عم تحكي من راس مناخيرك؟ على أساس حضرتك جاي من سويسرا وبحياتك ما شفت كهرباء مقطوعة؟ ها يا أخي شو دخل مناخير بالنص؟ شو بدي بالهند أنا؟ ولك إنجازاتنا أهم 100 مرة يا زلمة. إنجازاتنا حبيبي، نحن عندنا كهرباء من شي قرن وما في شي جديد. نزارو حبيبي، نحن إنجازاتنا غير طعمة غير شكل. عن جد بالفعل غير طعمة. بلا اسمها شوي، خليه يحكي لنشوف شو بدي يطلع معه. لك بزمانه غوار بمسرحية كاسك يا وطن طار عقله إنه لما كان بفرع المخابرات الكهرباء وصلت لأفا قبل ما توصل لضيعته. أجا على ورق بلطة كعها. شو هالكهرباء سيدي، شو هالكهرباء سيدي، ما سمعت عن الكهرباء ابدا. لك ما حاسس؟ بلا سيدي والله حاسس. ولك عم تضحك بدل ما تصرخ؟ نعم سيدي عم بضحك. شنو بلا معنى؟ الكهرباء وصلت لقفاي قبل ما تصل لضيعتنا. الشعب السوري لم يترك طريقة يرفع بها صوته لكي تكتمل فيها أدوات عيشه، سخر لذلك الفن والصحافة والشعر. المهم أنا قصدي إنه بعد ما سكجنا كل شيء من أحسنه تقريبا، يعني المهم في شباب قلبهم لله شافوا إنه التغيير لازم يكون جذري. عادة ما ينظم الشباب السوري مجموعات تطوعية للعمل على تطوير البلاد والبحث عن أفكار جديدة تغني الحركة التنموية. نزار حبيبي خليني كمل بلا ما تقول جرجرتك بالحكي. الشباب اللي حكيت عنهم شافوا انه لحتى يكون التغيير جذري فلازم بسم الله والله أكبر ننكت نلعن نقصف ننسف نحرق كل شيء ونعيد من أول وجديد. طيب معناها إذا بده يعيدوا من أول وجديد بلكي جديدهم بيكون أحسن. أحمد حبيبي سمعنا وتفرج. الله أكبر الله أكبر. شو نزا؟ كنت عم تقول إنه شباب سوري ومجموعات تطوعية. كمل لشو؟ ها تقربنا. بدي امشي شوي. لوين؟ هلا برجع لك شوي بس لشوف. خليك. احكي لك أنا الصبح بدي أروح وديهم على المطار. ملاص. تركوا ملاص. صحيفة يديعوت أحرنوت قالت السعودية ولا القطرية ولا التركية؟ شو طلع بيّن معكم بعدين؟ طلعت يديعوت أحرنوت إسرائيلية بالنهاية. الصحيفة قالت إن إسرائيل كانت مطلعة على التغييرات الأخيرة التي جرت داخل الأسرة الحاكمة في قطر. ونقلت الصحيفة عن شخصية قطرية مقربة من البلاط الحاكم أن الإسرائيليين كانوا مطلعين على الوضع. وقال أيضا إن شخصية إسرائيلية التقت من كان ولي العهد تميم بن حمد الثاني أكثر من مرة ليطلع على نياته ويسمع أنه لا يرمي الدخول في مغامرات خطيرة. مغامرات؟ مغامرات شيقة جدا ومثيرة. وأوضحت الشخصية القطرية أن للحاكم المتنحي حمد حس دعابة ملحوظ، حيث وصف تسليم الحكم بالقول الأمر أشبه أن أنقل سيارتي إليه، أي إلى تميم، وأدير محركها من أجله. أحمد أنت بتعرف تسوق؟ لا والله ما بعرف. تسوق أنا بعلمك. علمني سواقة. بس ما عرفت ليش يعني. حبيبي يا أحمد أنا في الحقيقة حبيتك وحبيت سواقتك وقيادتك الحكيمة للسيارات. إن صحيح ما تعرف تسوق الحين بس أنا واثق تمام الثقة إنك رايح تسوق وتتجه باتجاه الحيطان كلها وتجتازها بنجاح منقطع النظير. ولاية هندية تصلها الكهرباء أخيرا. ما والله مو شايف شيء. بالي.